نجمة دينا فؤاد طبعا نجحت نجاح كبير في رمضان اللي فات، وطبعا كلكم شفتوها معانا في مسلسل الصياد اللي كان بيتعرض فقط وحصريا على شبكه تلفزيون الحياه. هنشوفها مع بعض دلوقتي في لقاء خاص وحصريا لبرنامج عين، واللي هنعرف منها في اخر اخبار. معانا نجمة لمعت في رمضان طبعا، معانا دينا. اهلا بك يا دينا، منورة. ميرسي، ربنا يخليكي. عايز اعرف منك الفيدباك اللي جالك بعد الصياد، اخباره ايه؟ لا الحمد لله ردود الافعال كانت قويه جدا مع الناس. انبسطت قوي 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 ان كان نسبه مشاهده عاليه من مستويات مختلفه. يعني انا كنت متخيله ان الصياد هيشوفوا فئه عمريه معينه. لقيت لا، بالعكس كل الاعمار بتتفرج، وكل المستويات الاجتماعيه كمان اتفرجت بشكل كويس قوي. فالحمد لله رد الفعل اكيد بسطني، وخد نسبه مشاهده عاليه جدا، عاليه جدا، رقم واحد على الحياه. عارفه كمان الصياد كان فيه حاجه حلوه قوي، ان انت لو في حلقه فاتتك انت كده خلاص ضعتي. يعني انت لازم تبقي كل حلقه حتى بالزبط. كنا ساعات بنحط في الاول اللي هي الساين بتاعت فيما سبق، بس برضو لازم تتفرجي على الحلقه، لان قفله الحلقه بتخليكي تقعدي تستني الحلقه اللي بعديها. ودي كان مخرج بصراحه بيبدع في هو وكاتب في موضوع قفله الحلقه بشكل يخليكي قاعده مستنيه الحلقه اللي بعديها. دينا كمان في الصياد طبعا انت كنت موجوده، كان معاكي احمد صفوت وناس كامل، وانتوا بداتوا مع بعض من 6 سنين في الدالي، وراجعين دلوقتي بعد 6 سنين وكل واحد فيكم اشتغل في حته واخد خبرات، راجعين تاني مع بعض في الصياد. احكي لنا بقى كنتوا عاملين ايه. احنا زي ما احنا، لان احنا اوريدي 6 سنين اللي فاتوا احنا اصحاب، ما بنفرقش عن بعض. انا وايناس تقريبا مع بعض طول الوقت، وصفوت اخونا وصاحبنا، وعلى طول احنا على تواصل وبنتقابل كتير وبنتكلم كتير وبنعرف كل حاجه عن بعض. فكانت الرجعه ما كانتش حاجه مختلفه او جديده او حسينا ان احنا في حاجه اتغيرت، بالعكس احنا حسينا ان احنا مبسوطين ان احنا هنقف تاني في عمل واحد، مبسوطين ان احنا هنتجمع تاني مع بعض كمجموعه الدالي. والحمد لله وشينا كان حلو قوي على بعض في الدالي طبعا برياده النجم نور الشريف، والحمد لله كان وشينا حلو في الصياد، ومتهيالي اللي عملوا الدالي عملوا الصياد، والحمد لله كان نجاح يعني مبهر لكل الناس. الشغل مع يوسف الشريف عامل ايه؟ انسان محترم جدا، انسان فاهم هو بيعمل ايه، ذكي، عنده ذكاء يعني ما شاء الله عليه. بيحسب الخطوة اللي بيعملها، مش ماشي وخلاص. فكرته المسلسل، فكرته دي حاجة طبعا تحسب له. وكان قاعد مع عمرو سمير عاطف على الورق على طول. يعني أنا بحب أشتغل مع الإنسان الذكي، مع الإنسان اللي حاسب خطوته وعارف هو بيعمل إيه، وإنسان ناجح الحمد لله، كان محقق سنوات نجاح ورا بعض من مواطن إكس، رقم مجهول لاسمه مؤقت. فالحمد لله ضم الصياد لسلسلة نجاحاته. فحلو قوي إن أنت تقفي قدام نجم ناجح لجمهوره اللي أنت هتتشافي بشكل كويس من خلاله. فأكيد طبعا انبسطت جدا، وأتمنى إن التجربة تتكرر تانية. عايز أقولك إن فعلا النجاح كان كبير جدا، الشاشة كانت منورة بيكو، وكنتوا داخلين في كل البيوت مش في مصر بس، في الوطن العربي كله. الاعمار كمان المشاهدين، كنت بشوف اعمار مختلفه، بشوف اطفال بيتفرجوا على مسلسل، ناس كبيره. ده انا اللي فاجئني موضوع الاطفال. انا عندي بنتي زينه 6 سنين ونص، يعني الصياد بالنسبه لها حاجه اساسيه في اليوم. لو الصياد مثلا صحيت من النوم عرفت انه خلص، انت ازاي ما صحيتنيش اتفرج على الصياد؟ طب انت فاهمه ابن الصياد؟ هي فاهمه وبتتفرج. فده اللي كمان فاجئني، موضوع ان الاطفال بتتفرج ومتابعه. وما اطفال يقابلوني في الشارع الصياد، واحنا شفنا الصياد، شفتوا الصياد، يعني الصياد ده فكر. صح، كنت متخيله ان سن اكبر طبعا. الحمد لله. زينه بقى اخبارها ايه؟ مامي دينا عامله ايه؟ ما دي احلى حاجه في الدنيا والله العظيم، بموت فيها، ربنا يبارك لي فيها يا رب ويحفظها لي، ويا رب انا اكون مش مقصره معاها. انا بحاول على قد ما اقدر اعوضها الفترات اللي انا في الشغل فيها. هي طفله جميله، روحها حلوه، دمها خفيف، الحمد لله عندها ذكاء، حنينه، طيبه. يعني يا رب اقدر اربيها بشكل انا اكون راضي عنه، والناس كمان المجتمع يكون راضي عنه. ربنا يخليك. انا شفت صوركم انتوا الاثنين، مودكم حلو كده، وكان ليكم صوره كنتوا حاطين بعض شبهك شويه يا دينا. يعني هي روحا شبهي، يعني ممكن يكون في الشكل في حاجات مني، بس هي في الروح انا بالظبط، في عصبيتي، في شخصيتي، في الهبه اللي بتطلع مره واحده. بقى الاثنين عصبيين عاملين ايه؟ بنموت بعض. طفلتين قاعدين طول اليوم بيصرخوا في بعض.
وهي بقت خلاص تستوعب ان انا لما ازعق اتنرفز اللي هي خلاص هي مستوعبه مش متضايقه يعني okay. فاهمه ماما طب الحمد لله دي حاجه كويسه. طب انت حاساها ممكن تمثل واخده الحته دي شويه؟ انا هقدر اقول لك ان هي موهوبه، ان هي كانت في السنه اللي فاتت في اولى ابتدائي كانت هي بطله مسرحيه سيد الرداء الاحمر، كانوا بيعملوها بالانجلش، كانت هي البطله واتمرنت. دي فنانه من زمان اهو، انا مش هتقدري على فكره. لا لا الموضوع هيبقى متعب ومرهق، انا مريت بيه وفاهمه. ولما كان اهلي بيقولوا لي لا بلاش تمثيل كنت فهمت دلوقتي قد ايه الموضوع مجهد ومرهق، وقد ايه بتدفعي ضريبه ان انت اتعرفتي وضريبه ان انت نجحتي من اعصابك ومن حياتك الشخصيه، وطول الوقت في حرب اعصاب وطول الوقت في لهفه عن النجاح، ان انت بتخلصي فعايزه اللي جاي اللي جاي اللي جاي طول الوقت، ما انتش راضيه طول الوقت، ما انتش بتقولي اكتفيت خلاص كفايه. فانا مشفقه عليها انها تعيش ده. طب دينا، ما هي زينه ممكن تيجي في يوم تقولك ايه، طب ما انت تيتا وجدو قالوا لك ما تمثليش، روحتي مثلتي فسيبيني انا كمان اجرب وش هفلا بالعرض بقى. ديكتاتوره بقى شويه. ايوه دي بالذات بقى ديكتاتوره، مفيش كلام. دينا دايما الممثل او الممثله اول ما بيبداوا تمثيل بيبقى فيه دور دايما نفسهم وبيحلموا بيه، ايه الدور اللي دينا بتحلم بيه؟ نفسي دور بنت بتبيع فل بتشحت وبتبيع مناديل في الاشارات، نفسي في دور واحده طالعه مبهدله ولابسه جلابيه مقطعه ومش عامله شعرها، انا نفسي في حاجه كده، نفسي في حاجه اللي هو بتكلم بطريقه مختلفه، لابسه لبس مختلف، طالعه مبهدله، يعني نفسي في حاجه كده، حاسه ان عندي امكانيات فنيه نفسي اطلعها. طبعا انت كنت ضيفه جميله عندنا في رمضان، كنت من اهل البيت، شفناكي طبعا في الصياد. معلش كان عندك اصابه في وش، بس عايزاكي الحلقه كسرت الدنيا طبعا. الحمد لله الحمد لله. بقول لك الاصابه لسه معلمه لحد دلوقتي، سايبه علامه ما خفتش، بس الحمد لله. بس هي الحلقه كسرت الدنيا، عايزه اقول لك بقى ان كذا حد يسالني يقول لي حصل لها كده فعلا؟ لا هنا في ناس مبدئيا اي تضربت الاقوال، اللي هو في ناس اولا انت بتمثلي هو مش عارفه بمثل اصابه ازاي، ثانيا انتوا عملتوا كتف حطيتوا مكياج عشان يطلع دراعك، طب احنا هنعمل يعني هنمثل ليه وهنعمل صح. افلام الناس يا حرام بقى عندها مرض نفسي دايما ان اللي قدامها بيكذب طول الوقت، كمان برامج المقالب دايما بنسمع، فاللي هو حاسب ان انا اتعورت ازاي يعني، هي هم هو عارف مش عارف يعني، يا ستي بغض النظر دلوقتي ان انت عارفه او مش عارفه، انا دلوقتي واحده دخلت اتعورت هقف امثل ليه ان انا اتعورت يعني هستفاد ايه؟ فاهمه؟ فاللي هو انتوا ليه طول الوقت عندكم احساس ان اللي قدامكم بيكذب؟ يعني بقى مرض نفسي عند الناس رهيب، فربنا يشفي. مهم طمنين على ايديك دلوقتي. تمام، يعني علامات بسيطه بس الحمد لله، يعني الحمد لله جت، قدر الله ما شاء فعل، وانا بقول ان كان في حاجه وحشه هتحصل لي وحصلت قد كده، فالحمد لله يعني انا مؤمنه بالقدر دايما، ان بيبقى في حاجات مستخبيه بس ربنا بيخفف البلاء، يعني لو بدل ما كانت جت هنا كانت جت هنا، فالحمد لله انها جت هنا الحمد لله. اه اخف وبسيطه الحمد لله. لا لا احنا اسفين جدا على الاصابه. لا دي عايزه اقول لك ايه، على فكره هم الولاد اللي كنا زعلانين والله عشانك. عايزه اقول لك ان اول طبعا ما انتوا صورتوا الحلقه نزلت الصوره على الانترنت وابتدت الناس تقول لا ده حصل لها في البرنامج اللي بيصوره محمد فؤاد، وفي ناس قالت لا ده حصل لها في مسلسل الصياد، فالناس ما كانتش عارفه لغايه ما شافت الحلقه. يمكن ده كمان يعني خلى الناس عايزه تشوف الحلقه اكتر عشان تعرف ده حصل بجد ولا ده كان في المسلسل. والله يا جماعه والله العظيم حصل وما كنت بمثل، والله العظيم اتعورت كنت بمثل، ولو همثل مش همثل في اصابه يعني، اللي هو عشان ربنا يبتليني بمصيبه بجد بقى. لا طبعا مش محتاجه تعملي كده. اكيد طبعا مش محتاجه أكيد. تعملي كده اكيد. نورتي برنامج عين ونورتي نايت. ثانك يو، خليكم معانا، هنطلع لبريك اعلاني ونرجع تاني وبرنامج عين.